أما الآن وحول ذلك الموضوع بالتحديد ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من مدينة الفلوجة مراسلنا سلام خالد. أهلا بك سلام، يبدو بأن الصورة من خلفك سلام تتحدث بالكثير، لو تضعنا في تفاصيل الفرع الذي يتبع للمجمع الفقهي العراقي الذي سيتم افتتاحه في مدينة الفلوجة بالتحديد. نعم سؤدد، المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء أنهى كافة الاستعدادات اللازمة من أجل افتتاح فرع له في محافظة الأنبار. المجمع قبل أشهر قليلة كانت له زيارات متعددة إلى محافظة الأنبار وإلى مقامية قضاء الفلوجة وإلى مساجد الأنبار من أجل التشاور مع علماء الدين من أجل الوصول إلى تفاهمات معينة، وبالتالي أثمرت هذه اللقاءات وهذه الزيارات من أجل افتتاح أول فرع في محافظة الأنبار سيكون هنا في مدينة الفلوجة. هذا الفرع يعني سيلقى على عاتقه الكثير من الأنشطة والفعاليات التي من شأنها تأهيل وتدريب وتطوير أئمة المساجد وطلبة العلم الشرعي، خاصة أن المجمع الفقهي العراقي في بغداد لديه الكثير من الدراسات والمحاضرات والأبحاث التي سيقوم بدوره بإيصالها إلى فرع الفلوجة من أجل سهولة التواصل بين علماء الدين بين بغداد والفلوجة. سؤدد يعني معي الآن الشيخ مصطفى البياتي، هو يعني مسؤول مكتب علاقات وإعلام المجمع الفقهي العراقي، يحدثنا أكثر عن جهود المجمع الفقهي في افتتاح هذا الفرع في محافظة الأنبار وخصوصا في الفلوجة. شيخ مصطفى، بداية يعني بعد أقل من ساعة إن شاء الله سيتم افتتاح هذا الفرع، كيف أثمرت جهودكم، ما هي استراتيجية المجمع الفقهي في افتتاح مثل هكذا فرع له في الأنبار والفلوجة على وجه الخصوص؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدءا أشكر قناة الفلوجة على هذه التغطية المباركة وعلى السعي الحثيث في إظهار محافظة الأنبار وعموم العراق بأبهى حلة له. اليوم الفلوجة تعيش عرس شرعي تنادى له جميع العلماء في محافظة الأنبار بعد جهد وجهاد طويل للمجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء باعتباره مرجعية دينية للكون السني في العراق. اليوم تتوج هذه الجهود بافتتاح مقر المجمع في جامع الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي، واختير هذا المكان لرمزية الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي، حيث أول يعني من رفع راية العلم وطلب العلم وأعد الأئمة والخطباء والعلماء في مدينة أم المساجد الفلوجة التي رفضت القاعدة في 2006 و7 و8 ورفضت داعش في 2014. الفلوجة التي وقفت بوجه الفكر التكفيري والفكر الذي يريد أن يشوه صورة ديننا الحنيف، اليوم المجمع الفقهي بعد جهاد في العمل الإغاثي وتأسيس لمشروع علمي فيه المئات من طلبة العلم الشرعي وبتعاون كل علماء الفلوجة قرر أن يفتح مقرا له في الفلوجة ليكون أولى المقرات التي ستفتح في محافظة الأنبار. وهذا المقر ستكون له رسالة كبيرة في إعداد جيل رصين يتمتع بفكر معتدل ووسطي، ديننا دين الوسطية والاعتلال، لا تفريط لا غلو ولا تفريط. رسالة المجمع ستكون رسالة علمية بعد أن قدم المجمع طبعاً جهود إغاثية كبيرة في محافظة الأنبار. المجمع الفقهي كان أول من سير القوافل إلى منطقة الزنقورة في رمادي بعد أن تحررت يداً بيد مع إخواننا وأبنائنا القوات التي حررت يعني المحافظة من داعش. شيخ، يعني هل سيكون يعني اقتصار الفرع على الأنشطة العلمية والشرعية أم ستكون هناك جهود إنسانية للمجمع؟ طبعاً الرسالة الأساسية للمجمع أنها علمية ودعوية، يهتم المجمع ببناء طلبة العلم، ببناء العلماء، بتطوير الأئمة والخطباء، وكذلك بترشيد الفتوى، لأن الكثير تصدر للفتوى وهم في حقيقة الأمر ليسوا أهلاً لهذا التصدر. المجمع مثل ما له جهود علمية ودعوية له جهود إنسانية كبيرة، ومشروع الإنساني في الأنبار قائم على قدم وساق، ولكن بافتتاح الفرع ستكثف هذه الجهود. سيكون المجمع اليد الساندة
لجميع مؤسسات الدولة في الأنبار في التصدي للأفكار المنحرفة وللعادات السيئة التي ربما رافقت انتشار أو احتلال داعش لمحافظاتنا. ستكون الأنبار والفلوجة أم المساجد عصية على الإرهاب، عصية على الأفكار المتطرفة، عصية على الأفكار الدخيلة. شيخ، يعني لماذا تأخرتم حتى الآن حتى يتم افتتاح المقر في الأنبار؟ وتعلمون أن الأنبار بحاجة إلى جهود المجمع العلمي المجمع الفقهي. حقيقة لم نتأخر، نحن نشاطاتنا في الأنبار قائمة على قدم وساق، لكن الذي تأخر ربما يعني فتح المقر. أردنا يعني حينما يفتتح المقر أن يكون الجميع متفق على افتتاح المقر، وأن يكون الجميع تحت مظلة المجمع الفقهي. المجمع أبدا لا يقصي أحد ولا يستثني أحد، المجمع للجميع، لكل طالب علم يعني على مختلف توجهها وعلى مختلف مشربة الفقهي. المجمع للجميع، أردنا أن تكون هذه الخطوة خطوة واثقة، خطوة واعدة تساهم في إعادة بريق مدينة أم المساجد التي اختطفته قوى الشر والإرهاب. وهذا لن يأتي إلا بجهود علماء الأنبار والفلوجة وشيوخ العشائر والنخب والأكاديميين وشباب الفلوجة. الجهود كلها تتضافر في سبيل أن نعود بالفلوجة إلى سابق عهدها وإلى سابق مجدها. الفلوجة هي مدينة الشيخ حمزة العيساوي، مدينة الشيخ مكي الكبيسي، مدينة الشيخ عمر سعيد حوران، مدينة العلماء الذين طالتهم يد الغدر من قبل الخارجين عن القانون، من قبل زمر التكفير التي أراقت دماءهم وهدرت دماءهم وضحت بهم ليكونوا قرابين لتعيش أجيال الفلوجة بالسلام الذي جاء به دين الإسلام. شكرا جزيلا، نتمنى لكم إن شاء الله افتتاح مبارك وتواصل مبارك مع علماء الدين بإذن الله. شكرا جزيلا. سودد، كما لاحظت يعني قد أوجز الشيخ وتحدث بإسهاب يعني بما يخص نشاطات المجمع الفقهي العراقي، وبعد تقريبا نصف ساعة أو أقل من نصف ساعة يعني بعد صلاة العصر سيبدأ الاحتفال المركزي اليوم في الفلوجة من أجل افتتاح هذا المقر. وهناك يعني آمال معقودة على هذا المقر أن يكون يعني منطلقا للدعاة والخطباء وأئمة المساجد نحو التأهيل والتدريب والتطوير بما ينسجم مع تطلعات أهالي الأنبار والفلوجة بالذات، إضافة إلى استراتيجية المجمع الفقهي. نعم بالتأكيد، يعني وسنكون معك أولا بأول سلام لنقل تفاصيل افتتاح الفرع الأول للمجمع الفقهي العراقي في مدينة الفلوجة. بالتأكيد، شكرا جزيلا. طبعا في تمام الساعة الرابعة من هذا اليوم، سلام خالد مراسلنا من مدينة الفلوجة، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.